الو، ايوه انا عارف ان المفروض ما اتصلش، معلش ظروف. صالح كان عايزني اخلص له موضوع. لا الموضوع كبير ومحتاج معارف تخلصه. ايوه الموضوع هيفيدنا كتير قوي ولازم يخلص في اقرب وقت. تمام، انا هبعت الحاجات على الميل دلوقتي. سلام. ايه تمني؟ هو انا لازم ابعت لك عشان اعرف اشوفك؟ لا معلش، بس يا استاذه، بس انا الحراسه واخده كل وقت، يعني انت عارفه راجل مهم زي لازم يعني. مبسوط؟ هو طبعا انا مبسوط ان انا موجود جنبك يعني وبشوفك كل شويه، بس رغم الايام الحلوه اللي انا شفتها هنا ورغم الايام الوحشه برضه اللي ما شفتش غيرها في الحاره، اللي ان في ناس بتفكرني بايام الحاره تاني. فقري مضايقاك؟ لا لا خالص، بالعكس دي بقت حته مني. وتخيلي لو حطيت ايدي في يوم ما لقيتهاش، احس ان في حاجه ناقصاني. ماشي يا تمام، عموما لو احتجت اي حاجه كلمني على طول. رقمي معاك ولا ضيعته؟ طبعا معايا، ده احنا عشره سفر يعني وتكاتك وحاجات حلوه كتير. ماشي يا تمام. استاذنك انا بقى عشان اشوف شغلي بقى هناك، يعني اروح الحراسه بقى تاني، ارجع على الباب اعمل ايه؟ ماشي. ايه؟ ماشي تمام. السلام عليكم. شكرا. ازيك يا عم نعيم؟ غريب وجاي تسال. انا سالت عليك اهل البلد كلهم، كلهم دلوني عليك، قالوا انت الوحيد اللي عارف كل الحكاوي من ساسها لراسها، وجيت لك عشان عايز اعرف حكايتي. يمكن اهدى وبالي يرتاح. محدش يعرف الحكايات اكتر من عمك نعيم، حفظتها ابا عن جد، بس عايز تسمعني حكايه. امي جاي اسألك عن حكاية أمي يا عم نعيم. عرفني على أصلك وأنا أدلك يا ولدي. أنا حسن. حسن زين العطار. حسن زين العطار. استناناك كتير أنا وأبويا عود حوري. زينت الرجال يا زين. الشب كان عود وحجر صوان، والشب كانت وردة في البستان، والماضي كان جايب برجله زمامه، والجاي كان جايب حسن الفتان. الشاب كان شايل هم بين ضلعين، كان جاي وشايل حمل على الكتفين، حمل الأمانة من جدود لجدود، مركب ولازما تتحمي بشطين. الشابة كانت زين، والشاب كان زين. الشابة وسط الخلق سيف مرفوع، والخلق بينهم كل شيء ممنوع. الشابة طلبت شاب في زمامه، والحب يوصل كل شيء مقطوع. كبر الزمام، كبر الزمام والأرض مارية، كبر الزمام والأرض مارية، والأرض أصبحت أرض مروية. والخلق صارت، والغريب كان زين، والزينة لازما تدفع الدية، والزينة لازما تدفع الدية. الشاب كان زين، والزينة كانت حرية. الحي ياجي من جسد ميتان، والغربة صارت غربة في الأوطان، والشاب شايل شالها بيحارب، ياخد بترها من رقاب جدعان. الواد كان يدوب ملفوف، والشاب داير في البلاد يطوف، والحمل عاوز للأمانة وريس، والعمر اعمي والبصر بيشوف، يبقى لازما الواد يبقى مش معروف. يعني ايه مش معروف يا عم نعيم؟
ده اللي اقدر كل احكيهولك. الباقي يا ولدي هتحكيهولك الايام. الايام ما بتدسش حاجه، كل ما تسمع همس من الريح هيوصلك وهتسمع كل حاجه يا ولدي. رودي. الو ندى، اخبارك ايه؟ بقولك ايه، فاضيه ولا اكلمك وقت تاني؟ لا فاضيه. في حاجه حصلت ولا ايه؟ لا خالص، احنا مش اتفقنا يا بنتي نبقى اصحاب؟ اكيد طبعا. طب بقولك ايه، تيجي نتقابل؟ انا بصراحه عايزه ارغي شويه. هنتقابل بس شوفي انت فاضيه امتى كده وكلميني. بكره. بكره اعدي عليكي وتيجي عندي البيت نقعد نرغي شويه. خلاص اوكي، هستنى تليفونك. يبقى كده الشهر ده يا باشا دخلنا على حسابك 16 بوتاجاز وغساله وتلاجه وتلفزيون وتسع مراوح مكتب وتسع مراوح سقف. تمام، دول 100,000 جنيه كده، يبقى اصلك مني 300، تخصم اللي ليك والباقي تحت الحساب. انت لسه هتكمل يا باشا؟ انا افتكرتها فتره كده وهتعدي خلاص. فتره ايه يا عمنا؟ واحنا داخلين انتخابات؟ انا لا بتاع هيصه ولا هليله، احنا عايزين بس البنات اللي في حارات السطر. ربنا يزيدك يا حبيبي ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. امين يا رب. بقول لك يا ابو ياسين، الناس اللي انا ببعتها لك دي حالتها اغلب من الغلب، اي حد يجي لك عايز حاجه تديها له على طول. وخلي بالك الناس دي عندها عزه نفس، ولولا الحوجه ما كناش مدوا ايدهم لحد. لو في حد بره الحاره محتاج اي حاجه قول لي، خير ربنا كتير. ربنا يزيدك يا حبيبي. يا عم بي 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 في ايه يا ابو ياسين؟ انا ايه حال عطار يا عم بتاع الحاره؟ ولا بي ولا تي. وصحيح عايزك تشوف لي كده نجار موبايل يا شاطر وابن حلال وعايز يعمل خير زيك كده. موجود يا باشا وعندي، وهيعمل اللي انت عايزه وزياده كمان. حبيبي يا ابو ياسين. لحد امتى هنفضل ساكتين على عيله العطار تتحكم في السوق بالشكل ده؟ الكلام ده كان ماشي زمان ايام زين الله يرحمه، لكن دلوقتي اللي ماسك العيله عيل ومش عايز يشتغل، نفضل بقى احنا قاعدين عشان خاطره؟ ده العمل عباده يا اخي، وربنا سبحانه وتعالى ما رضاش بكده ابدا. روق يا سيف، روق وهدي اعصابك. انت لازم تكون عارف انه نوعيه شغلنا بتتحكم فيها امور كتير خارجيه. بعدين ما تنسى انه اسم عائله العطار كتير كبير بمجلس الاداره عنا، وبالتالي تغيير اسم كتير صعب. يا سلام، والشركه بقى موافقه على وقف الحال ده؟ طبعا لا، انما المطلوب انك تصبر شوي لغايه ما حاول اقناعهم بتغيير الاسم، وهيدي محتاجه لوقت، ما بتمشي بسرعه ابدا. بص يا سراج، احنا كده كده واقفين، نستغل الوقفه دي ونروح نتكلم مع الشركه، يمكن ربنا يفرج علينا يا اخي. التسرع بهيك امور غلط، مثل اذا مسكت مسبحتك وقطعت الخيط مشان تشيل حبه، وهالحبه مكتوب عليها العطار اللي حتفرط المسبحه كلها. فالمطلوب منك هلا انك تنتظر وتتكل علي، والفرج قريب. ربنا يفرجها يا اخي. يا رب يا رب. فارس فارس، قلت ايه؟ شغل ايه اللي عايزه تنزليه الاسبوع الجاي؟ عايزه الناس تقول علينا ايه؟ اثار الايام اللي جايه صعبه قوي وجايه بزعبيبها. يا عم وانا مالي ومالي الناس ومالي الايام اللي جايه؟ انا عندي قسط عربيه لازم يدفع كمان اسبوعين، وبصراحه بقى الجوازه شطبت على كل الفلوس اللي معايا. هسلفك يا ستي، ولازم تعرفي حاجه مهمه، انك مرض فارس بيه العطار، يعني يسلف اي حد. وقلت لك يا ساره انا مش همنعك عن شغلك ومش هرجع في كلامي، بس اصبر شويه مش دلوقتي، معوز الايام الحلوه دي تعدي بسرعه كده. ايام حلوه ايه بس يا عم، بعد الزعبيب اللي انت رميتها في وشي دي. طب خلاص خلاص، فك التكشيره دي بقى. هو ايه ده؟ انت هتضربيني ولا ايه؟ طب خلاص انا هاخد منك الفلوس بس بشرط، اول ما اقبض هديهم لك على داير مليم. مادام كده تبقي تسمع الكلام عشان ما يجيش ساعه القسط وارجع في كلامي، هقول لهم ماليش صالح، مش هي اللي عليها القسط؟ خدوها احبسوها. بقى كده؟ خلاص يا سي فارس هسكت، ربنا يخليك ليا يا اخويا، يا رب ما يحرمني من دخلتك عليا وما يوقعك في دقيقه ابدا. ايه ايه، متجوز شحاته انا؟ ما تبطل رخامه بقى والله. تضربيني ولا ايه يا بنت؟ اه اهو. لا ما احبش الهزار ده. وبعدين بقى يا فارس هنام تاني برضه؟ اه. امال عزيز فين؟ هو انت ما بتردش عليا ليه يا عبيد؟
عزيز بقى الدعاء، لولا اللي وصاني نجي احط لك الدواء كنتش جيت لك اصلا. الدرجه دي انت مش عايز تشوفني ولا حتى تتكلم معايا؟ واكون فاكرني هقدر انسى اللي عملته يا عمار. تأذيت الدعاء دي وضغيت اخواتك، لو كنت جيت عليا انا كنت قدرت اسامحك، بس مش هقدر اسامح ابدا في حق اخواتي. فهمني يا عمار؟ الظاهر انه مش صالح اتاخر ولا شو؟ الله يرحمك يا زين عطار، كنا بنظبط عليه ساعتنا. معلش اسرك بيه، الغايب حجته معاه. غايب ايه وحجه ايه يا سيف بيه؟ صالح العطار زي ابوه زين العطار بالظبط، مواعيده ساعه. الله يرحمه ويحسن اليه. لسه فاضل 3 دقايق على الميعاد. منورين بيت العطارين. اللي بدي اقوله هلا انه بخلال اسبوعين وابتداء انا من اليوم البضاعه رح تكون صارت على الحدود. الشحن اللي جاي من الغرب رح تستلمها ريهام مع يحيى العطار. سراج بيه، خلينا في المفيد. الحصص. الحصص حصة جلال حتروح لابنه مروان، ومروان هو اللي حيوزعها بإشراف سيف العزازي، وهيدي طبعا رح تكون لمرة واحدة فقط. من بعدها مروان هو اللي رح يستلم حصته وهو اللي رح يوزعها ومسؤول عنها. ايوه بس بابا ما كانش بيعمل كده. مروان انت هنا عشان طلبت تكون مكان ابوك. الشغل عندنا ليه قواعد واصول، لو انت مش قد القواعد والاصول دي شوف لك شغلانه تانيه. سراج بيه، اسفين على المقاطعه، كمل حديثك يا باشا. بالنسبه لحصه هاشم بيك الذهبي رح تقل النص، وهذا شيء طبيعي بسبب عدم وجوده بهيك عمليه كبيره، وهذا اللي خلى نسبة التأمين تصير عالية. اعذريني يا ريهام. اعتبروا هاشم الدهبي ما ماتش، يعني كل حاجة ماشية زي ما هي. النص ده كتير قوي يا سراج بيه. أما بالنسبة لبقية الحصص فلح تروح للتأمين، وبطبيعة الحال رح يتوليها سيف العزازي. ما تخافيش يا ريهام، أنا زي بابا يا حبيبتي. طب لو أنا احتجت زيادة؟ يا يحيى يا ابني، القناعة كنز ولا يفنى. كمان في معلومة جديدة لازم تعرفوها، التوزيع الجديد صار غير القديم. أيوة بس التوزيعة الجديدة دي مش زي الأول خالص. دلوقتي مولد بلا حمص. لا ده ما فيش مولد أصلا. أنا بالنسبة لي هيدا اللي عندي أقوله، إلا إذا كبير عائلة العطارين عنده شي تاني يقوله. والله أنا شايف إن الاجتماع ده معمول عشان تقليل حصتنا بس. الكلام ده خلاص اتقفل، ودلوقتي في كلام جديد لازم يتقال. أنا مش جاي هنا علشان أسمع تفاصيل قديمة، أنا هنا بخصوص العملية الجديدة اللي هي أول عملية بعد موت أبويا الله يرحمه زين العطار، واللي هو ما اتفقش عليها. علشان كده لازم يبقى في كلام جديد، وهو ده اللي خد مني وقت في التفكير. مفيش عملية سلاح. ولا مخدرات. وبما اني كبير عيلة العطارين، من النهاردة العيلة دي مش هتكون جزء من تجارة السلاح في البلد دي. شو اللي بفهمه من كلامك؟ اللي انت سمعته.